استهلاك يحافظ على الموارد الطبيعية ويشجع استهلاك المنتجات المحلية. الاستهلاك المسؤول استهلاك يحافظ على الموارد الطبيعية. وحنا كنشوفوا الآن ما تتعرض إليه الموارد الطبيعية على 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 مستوى إقليم العرائش ربما بصورة رهيبة. نعطيه غير مثال الماء. ما ذلك ماء الماء وكيفاش يوجه هذا الماء لإنتاج بعض الأمور التي لسنا في حاجة لمسة إليها. وهذا إشكال كبير جدا. المحافظة على الموارد الطبيعية بصفة عامة والماء بصفة خاصة، ثم كذلك تشجيع استهلاك المنتجات المحلية. خصنا الاستهلاك المسؤول اللي تمشي للسوق ممكن تشري من عندك السيدة من عندك السيد اللي جاي من الساحل اللي جاي من المناطق الغريبة وما تشتري معاه وتشجعه وتحاول ما أمكن أنك يعني تخليه يعني يستمر في العملية ديال الإنتاج ديالو. هذاك حريق البيضاء البلدية، هذاك ربعة المعدنوس، هذاك 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 الباربا اللي كتكون تما، ربما خصنا نحاولوا نشجعوا ذاك الاستهلاك المحلي. هذاك الاستهلاك المحلي بفضله كيمكن نحدثوا واحد التنميه. ديك الجزره اللي غادي يديها غيكون عندها اثر اقتصادي بعيد على المستوى المحلي، وبالتالي تشجيع كل ما هو محلي. في يعني انت كتصرف بطريقه يعني مسؤوله. كذلك دعم المؤسسات المسؤوله، يعني دوك اللي الشركات اللي كتنتج والمؤسسات اللي كتساهم في العمليه ديال الانتاج بطريقه مسؤوله، اللي كتديكلاري الناس، اللي كتحافظ على مقاربه النوع. في عندك واحد العدد ديال الشركات هنايا اللي كيخدموا واحد العدد ديال النساء، ولكن مع الاسف الشديد باجور بواحد الاجور زهيده جدا جدا. فتصور هذه السيده اللي كتخدم 8 ديال الساعات ولا 10 ديال الساعات او ليلي اكثر، الصباح وهي خرجت تفكري خلات داك الوليد ولا كنت عند يعني عند جيران، كنت تخدم السوايع الزايدين باش توفر لهم الاكل ديالهم وتوفر واحد الظروف مناسبه لذوك الهالك الشباب. لو انه عندها 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 دخل مناسب ما غاتضطرش تخرج تخدم في هذه الظروف هذه. وبالتالي احترام بعض الحد الادنى للشروط الاجتماعيه خاصه للنساء اللي كيخدموا في بعض المؤسسات سوف يساهموا في يعني حنا كمستهلكين فيما كان شي مؤسسه تعتني وتعطي قيمه للمراه داخل المؤسسات ديالها نحاول نمشيو نشجعوها. على الدوله كذلك ان تتحمل المسؤوليه ديالها في الجانب هذا. كذلك كيف ما قلت يعني ترشيد الاستهلاك وتقليل التبذير. وهنا كنفتحوا واحد القوس خاصه في المؤسسات العموميه. هناك مؤسسات عموميه مع الاسف الشديد تعاني من تبذير كبير للموارد. فنعطيكم غير مثال بسيط. السيارات اللي هي موضوع رهن الموظفين فيها تبذير كبير. عدد في بعض المرات كنساو البشع، كنساو الكليماتيزور شاعر. هذا الشيء لو انه انت عندك في الدار ديالك ما تقدرش ديرو. عدد من الامور لو اننا التزمنا بها يمكن يعني يمكن يكون عندنا واحد الاستهلاك من طبيعه الحال مسؤول ومستدام. الامر الرابع اللي كناكد عليه هو التوعيه والتحسيس لبناء ثقافه استهلاكيه مسؤوله. هذا الشيء ما كيجيش بين عشيه وضحاها. المغاربه من طبيعه الحال باش يمكن لك تقول له خصك دير استهلاك مسؤول، شنو راك خصو يشوف الربح. كنت كنتكلم مع سي سامي دابا عاد وتكلمنا على كيف كيقوم بواحد المجهود جبار في هذا الجانب هذا. ف باش يمكننا نغيروا الثقافه السياسيه ديال الناس الى ما هو ايجابي خاص بناء، والبناء كيتم بجوج ديال العوامل الاساسيه.
بالعصا والجزر. العصا والجزر يعني باش يمكن لينا نوجه السلاح، خصنا نشجعوا الناس، نشجعوا الناس باش نشجعوا الناس يعني بالجانب ديال اللي دار شي حاجه ايجابيه نشجعوه. نعطيو واحد المثال بسيط، عدد ديال المؤسسات الان كتحاول تنخرط في كسب الطاقه، ان دير مثلا بعض الامور اللي كتطلب يعني مثلا الطاقه البديله وغيرها. الاستثمار، اي مؤسسه تستثمر في اقتصاد الطاقه يجب ان نشجعها. كذلك الجانب ديال العصا، فالسلوك الاستهلاكي غير المسؤول يجب ان يعني ان يعاقب. السلوك الاستهلاكي غير المسؤول يجب ان يعاقب كما كاين في الدول، كما كاين في العالم. هذا جانب. على كل حال باش نحاول ما امكن نحترم الوقت، ربما الفاعل السياسي له مسؤوليه كذلك. اقرار التشريعات والقوانين الداعمه للاستهلاك المسؤول، توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات المسؤوله اجتماعيا وبيئيا، وتشجيع الاستثمار المسؤول كذلك، التشجيع على الابتكار يعني المساعد على تحسين الاستهلاك، يعني تشجيع وترويج انماط حياتيه ربما مستدامه. هنا بغيت ناكد على الجانب هذا بخصوص بعض الامور، منها النقل. فالنقل في المدن فيه اشكال كبير جدا. النقل في المدن فيه اشكال كبير. علاش؟ لان ملي كتحدثوا احياء وما كنديروش فيها اليات ديال النقل اللي فيها عنصر الاستدامه، مثلا النقل العمومي. حنا كنشوفوا مثلا غير ما يعانيه الطلبه الان بين القصر الكبير والعرايش، هذا اشكال كبير. فلو انه المسؤول السياسي تحمل المسؤوليه ديالو في توفير وسائل النقل العموميه ملائمه، غير يمكننا نحدوا من الاثار الاستهلاكيه غير المسؤوله. كذلك بالنسبه للتدوير، عندنا تما اشكال. التدوير وقصد في الماء وفي الطاقة من المسؤوليات ديال الفاعل السياسي. الفاعل الجمعوي كذلك له مسؤولية. الفاعل المدني أو المجتمع المدني، الترافع كما كيقوموا الآن به مشهورين الإخوان الأخوات في جمعية المجتمع المدني، الترافع والضغط، التوعية والتواصل مع مكونات المجتمع المدني، تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية اللي كتحاول من أجلها تشجع على الاستهلاك المسؤول، والدخول في شراكة دولية من أجل تشجيع الاستهلاك المسؤول. كنقطة أخيرة وباش نختم، وهو المبادرة المقاولاتية كآلية للتنمية المحلية. الآن الاندياش وعدد كبير من المسؤولين يقوموا بواحد الدور كبير جدا من أجل خلق فرص عمل عن طريق المقاولة وإحداث تنمية محلية.